تمثل الهيئة العامة للغذاء والتغذية خط الدفاع الأول عن صحة المستهلكين من خلال الحزم في تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين. نعم، تقوم الفرق التفتيشية في هيئة الغذاء بجولات على مدار الساعة في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية للتأكد من سلامة المواد الغذائية واحترام القواعد. الهيئة العامة للغذاء والتغذية خط الدفاع الأول عن صحة المستهلكين من مواطنين ومقيمين وسلامة المواد الغذائية، أخذت على عاتقها التفتيش والبحث المستمر للتأكد من سلامة الأغذية للاستهلاك الآدمي في كل محافظات البلاد. الهيئة العامة للغذاء والتغذية في جميع المحافظات حريصة على تكثيف الجولات التفتيشية بشكل مستمر على الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية والمطاعم ومحلات الحلويات والمخابز والأفران وغير ذلك من المنشآت الغذائية، وذلك التأكد من صلاحية المادة الغذائية التي يتم تجهيزها وتحضيرها وإعدادها وتغليفها ونقلها وبيعها للمستهلك، والتأكد من العمال هل هم حاصلين على شهادات صحية تبين خلوهم من الأمراض، وكذلك التأكد من الاشتراطات الصحية العامة للمنشآت الغذائية والاشتراطات الصحية الخاصة لكل نشاط، اشتراطات صحية خاصة تأكد منها جميعا، وكذلك التأكد من العمال أي عامل في جرح أو بثور أو تقرحات أو مرض يتم وقف عن العمل اولا، وتحرير محضر ضبط للعامل اذا كان في جروح او بثور او تقرحات، يتم تحرير محضر ضبط للعامل ولصاحب العمل حتى لو كان في مرض، فيجب وقف عن العمل حتى اصدار تقرير من وزارة الصحة بصلاحيته للعمل. الفرق التفتيشية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم بجولات على مدار الساعة في مختلف الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية للتفتيش على المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها ومخالفة من تسول له نفسه العبث في تواريخ الصلاحية وتجاوز القانون. دورنا تفتيش على المواد الغذائية، طبعا نطمن على المادة الغذائية تكون سليمة لتوصل حق المستهلك، وبنفس الوقت احنا دوامنا 24 ساعة والتفتيش على الأسواق على المطاعم، وما عندنا مشكلة إذا في اتصالات تبلغ على يعني مواد منتهية، ولا حتى إذا كانوا في طلبات من المطاعم يبلغون على نطلع عليها تفتيش ونتأكد من المواد الغذائية سليمة ولا غير سليمة. تطبيق القانون يتجلى بأبهى صورة له من خلال الحزم الذي اتخذته الهيئة العامة للغذاء والتغذية في سبيل حماية المستهلكين من مواطنين ومقيمين والحرص على سلامة الأغذية، لتكون بذلك خط الدفاع الأول عن صحة المستهلكين. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.